عم عايز تحكي لي جات لك الفكرة ازاي انك تعمل الحاجات الجميلة دي؟ هو انا جات لي الفكرة ان انا لما بيتجمع عندي خردة كتير بستخسر ارميها او ما بحبش ارميها، فكنت بحوشها، مش عارف انا هعمل بيها ايه لكن كنت بحوشها. بعد الثورة، في اثناء الثورة حصل عندي فراغ، وقت فراغ كتير، لان انا من سكان محمد محمود والورشة عندي في شارع محمد محمود، فطبعا الوقت عندي انا ما بحبش اضيع وقتي، فقررت ان انا اعمل من الخردة اللي عندي دي اشكال فنية. ابتديت ان انا اعمل موتوسيكلات، وابتديت ان انا اعمل عربيات، ابتديت ان انا اشكل اي حاجه خرده قدامي اقعد معاها اتخيل فيها حاجه واعملها بشكل فني. ابتديت انزل معارض، لما نزلت معارض وقلت اشوف الحاجات دي في عيون الناس هل هي حلوه زي ما انا شايفها كده، نزلت فعلا معارض ولقيت الموضوع شادد الناس جدا وشادد الاعلام جدا، فقررت ان انا يعني احترف الموضوع اكتر، فلقيت نفسي ان انا بستخدم كل حاجه احنا بنرميها، لقيت نفسي بستخدمها غير حاجة المحلة او حاجة الورش، بستخدم كل حاجة، الحاجة اللي بنرميها من البيت، من الجراج، من اي حاجة غير النفايات انا بستخدمها في الاعمال الفنية. اكتر حاجة بتحس ان انت اكتر حاجة بتعرف تعملها كويس قوي؟ الموتوسيكل. انا من عشاق الموتوسيكلات جدا، وكنت في شبابي بركب موتوسيكلات كتير، فحبيت الموتوسيكل قوي، فاول حاجة عملتها كانت الموتوسيكل. عملت موتوسيكل بالقنابل المسيلة، دخلت طبعا القنابل المسيلة للدموع، لان هي خامتها كانت عجباني والماتيريال بتاعها حلو، فلما دخلتها عملت شكل كويس في الموتوسيكل، فهي اكتر حاجة انا عملتها الموتوسيكلات. الموتوسيكلات انواعها كتير جدا ما بتخلص، فكل ما اخلص من الموتوسيكل اعمل نوع تاني، ماركة تانية، شكل تاني. الحاجة لما بتعملها مرة واحدة بتعرف تعملها بنفس الشكل مرة تانية؟ نهائي، مستحيل. الموضوع عندي لقيته وان بيس، يعني لما بعمل الحاجة بتطلع حلو قوي طب عايز اعملها تاني، مش ممكن، مستحيل. حتى لو استخدمت نفس الماتيريال ونفس الحاجة، نفس الحاجات اللي انا استخدمتها، ايديا ما بتجيبش الموضوع زي ما انا، زي يعني انا بعتبر ان انا برسم، بنحت، في فن كتير داخل معايا انا مش عارف ايه هو، لان انا ما درستش الموضوع، انا الموضوع جالي بالفطره، ف ما فيش حاجه اسمها اعمل حاجه زي التانية، الحاجه بتطلع ما بتطلعش زي التانية. اغلى قطعه بعتها كانت ايه وكانت بكام؟ اغلى قطعه بعتها كانت موتوسيكل، وكانت ب 800 جنيه، وكانت مش كبيره قوي لكن هي كانت حلوه قوي في عينيا، فانا قلت مش هبيعها وهطلب فيها رقم كبير عشان ما تتباعش، وطلبت ال 800 جنيه اتباعت وغالت عليها مره.